الله معكم أحبائي المشاهدين بفقرة جديدة من المجد لمراحمك أيها المسيح. أحبائي، اليوم بدي أتأمل أنا وياكم بصفة الرحمة عند ربنا الله الغني بالمراحم. بدنا نتأمل كيف إنه الرحمة هي أسمى صفات الله وبتعد أهم تعبير عن قدرته الإلهية. الله القدير، قدرته برحمته، قدرته بحبه للإنسان، قدرته بقديش قدر يصير ويقرب من الإنسان ويحمل طبيعتنا البشرية، وكانت هيدي قمة الرحمة، ويروح بطبيعتنا البشرية على الصليب تيفتدينا من لعنة الخطية والشر والموت. أحبائي، اليوم نحن إذا عم نتأمل بالرحمة تنتأمل بحب ربنا اللامتناهي، لأن الرحمة والمحبة هن وجهين لحقيقة واحدة. لأن الرحمة هي المحبة اللي بتخلق، هي المحبة اللي بتوجد، بتعطي الوجود وبتعطي الحياة وبتعطي الحياة والحركة وبتعطي النشاط وبتعطي النور والدفء والغذاء والطعام. الله يرحم، يعني الله عم بيعطي ذاته، عم بيخلقنا من جديد وعم بيعطينا من جديد حياة جديدة تنكون فيه ولقله خلائق مطبوعين على صورته ومثاله، مخلوقين على صورته ومثاله. أحبائي، إذا منشوف كل تدبير الله الخلاصي، كل علاقة الله بالإنسان بكل تفاصيله، نتعرف على كل وجوه الرحمة اللي الله بكل تفصيل وبكل لحظة وبكل تكة كان عم بيعطي الإنسان، عم بيفيد عليه مراحمه وحبه وحياته عم بيعطي إياهن. أحبائي، إذا اليوم عم نحكي عن إنه الرحمة هي الصفة الأسمى بالله، لأنه هي كل شيء، لأنه هي مجموع كل الصفات، لأنه هي مجموع كل الفضائل، ولأنه بقلب إلهنا ما في غير رحمة. بتذكر أنا وياكم كلمة قال الرب يسوع للقديسة مارغريتا ألاكوك، بإلا هذا القلب الذي أحب العالم كله ولم يجد إلا نكران الجميل. أحبائي، قدام حب الله اللامتناهي ورحمته ما إلى حدود، قدام مراحم ربنا اللامتناهي الإنسان بيتخبط بخطيته، ولكن دايما الرحمة بتجي لنجدته لأنه يرجع يقيمه من جديد، تنكون مع المسيح القائم من بين الأموات، خلايق جديدة، خلايق مملوءة رحمة. لأنه اللي بيعرف الرحمة أحبائي هو يتصرع على كل أشكال الموت والخطية، واللي بيمتلي رحمة يعني امتلى من الروح القدس. ذات الشيء بقلها للقديسة إلين كوالاسكا، بقلها أنا الرحمة وباب مراحمي مفتوح لأكبر الخطأ، وكل ما خطئ الإنسان كل ما كان عنده حق على رحمتي أكبر. ليكو إلهنا أحبائي ومحبته، مش يعني لازم نستغل هيدا الموضوع، مش يعني لازم نستغل رحمة ربنا أحبائي، لا، ولكن لازم نتشجع كل مرة. دعوتي لإلي ولإلكم، كل مرة منخطئ، كل مرة منوقع، كل مرة منضيع بالطريق، نتذكر إنه في إلهنا هو كل الرحمة، هو كل الحب، واسمه يسوع المسيح، وهيدا الاسم صار هو اسم الرحمة بالتاريخ، اسم رحمة الله. آمين.